مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات حوارات التناصح. عنوان هذه الحلقة: مجلس النواب كأن لم يكن. كان يوم الخميس السادس من نوفمبر يوما فارقا في الحياة السياسية في ليبيا، فقد كان مجلس النواب في طبرق مثار جدل سياسي وقانوني، وبعد صدور حكم المحكمة ضده أصبح في حكم المعدوم، فقد نقض حكم الدائرة الدستورية أساسه، وهو ما يعرف بلجنة فبراير. فما هو مستند هذا الحكم ومبرراته القانونية؟ وهل وقعت المحكمة تحت الضغط والتهديد؟ وهل سبق لها أن أصدرت أحكاما دستورية تلقتها الأطراف المتنازعة بالقبول والتسليم؟ وهل لماذا يصر المجتمعون في طبرق بما كان يعرف بمجلس النواب؟ لماذا يصرون على الاستمرار في نهج الانقلابيين؟ فبعد انحيازهم الى ما يسمى بعملية الكرامة، ها هم الان ينقلبون على القضاء الذي امنوا به وعزروه ووقروه الى ساعة النطق بالحكم، فكانوا اول الكافرين به. هل سيلجؤون الى القضاء الدولي ام سيذهبون الى الامم المتحدة لايجاد مخرج من ازمتهم؟ للاجابة على هذه الاسئلة وغيرها نحاور الدكتور منصور ميلاد يونس، أستاذ القانون العام، عبر استوديوهاتنا في طرابلس. فباسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بحضرة الدكتور ضيفنا الكريم. مرحبا بك دكتور. مرحبا أخي، بارك الله فيك. دكتور، لو نبدأ ما هو المستند القانوني الذي استندت عليه المحكمة؟ أستاذي، قبل أن أجيب عن هذا السؤال مباشرة، أحب أن أشير إلى أساسيات حول هذا الموضوع الذي أثار ردود فعل كثيرة. أهمها أن هذا الحكم بقراءة محايدة ينسجم مع نصوص القانون وروحه، ويمثل علامة بارزة في تاريخنا الحديث، صادر من محكمة عليا محترمة تضم عدد من المستشارين المتميزين كفاءة وحيدة ونزاهة وشجاعة واستقلالية. وهكذا بهذه الخطوة تساهم محكمتنا وبقوة في تحقيق إحدى أهداف ثورة 17 فبراير، وهو إقامة دولة القانون والمؤسسات. وبالتالي نحن نطمئن في المستقبل على أن قضاءنا قضاء مستقلا، وأنه يحمي حقوقنا وحرياتنا ويرفع الظلم عن مواطنيه. وبالتالي المنطق أن يحترم الجميع هذا الحكم حتى لا بدون الحاجة إلى نص، وخاصة الجهات العامة وخاصة مجلس النواب أو المؤتمر الوطني. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أننا إذا لم نحترم القانون ونخضع له ونسلم بحكام القضاء، فإننا للأسف سنخضع لأهوائنا وأنانياتنا ومصالحنا، وعندها لا نلوم إلا أنفسنا، نصبح للأسف في من يضيع أو من يدمر بيته. الأمر الثاني، أن هذا الحكم يؤكد من جهة على استقلالية القضاء في ليبيا، ومن جهة أخرى على قدرة كفاءاتنا الوطنية قضاة المفروض وسياسيين بحل مشاكلنا دون حاجة إلى مساعدة خارجية. وبالتالي يجب علينا أن لا نشكك في قضائنا، لأنه مظهر من مظاهر سيادتنا، والتشكيك في قضائنا معناها إحالة كل الملفات العالقة إلى قضاء دولي، وبالتالي إنهاء للدولة الليبية. إذن هذا الحكم في الحقيقة هو حكم منطقي، وهو من جهة سياسية يفتح الباب واسعا بشرط توافر حسن النية لحوار وطني جاد لتحقيق أهداف الثورة. والمسألة الأخيرة، أننا جميعا في مركب واحد، كلنا قضاة وسياسيين ومواطنين عاديين مقيمين في الداخل أو في الخارج، الكل في هذا المركب الذي نسميه ليبيا، سفينة في المحيط تعبر إلى شاطئ الأمان إذا احترمنا القانون، إذا تحاورنا، إذا ناقشنا، إذا ابتعدنا استخدام القوة، وإلا للأسف قد تضيع هذه السفينة ويغرق الجميع. الدول لا تبنى إلا بالتعاون، وبالتالي يجب أن نحترم هذا الحكم. حول المستند القانوني أو السند القانوني لهذا الحكم، في الحقيقة عندنا مبدأ قانوني معروف، هو الاجتهاد مع صراحة النص. النص
الواضح لا يحتاج إلى كثير تأويل أو تفسير، لا يختلف الناس حوله. ما هي النصوص التي استندت إليها المحكمة؟ باختصار دون الدخول في تفاصيل وإزعاج المشاهدين بالنواحي القانونية، يكتفي أن أشير إلى نصين أساسيين: نص المادة 36 من الإعلان الدستوري، ونص المادة 109 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. نص المادة 36 يقول، من الإعلان الدستوري يقول، أن الإعلان الدستوري لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حكم وارد بهذا الإعلان إلا بحكم آخر صادر عن المؤتمر وبأغلبية الثلثين، بمعنى عدد أعضاء المؤتمر الوطني 200 نصل إلى الثلثين يمكن تعديل الإعلان الدستوري، أقل من ذلك حتى بواحد لا يمكن تعديل الإعلان الدستوري. إذن العدد 200 كان المطلوب هو 133 زائد واحد، أي 134 عضو. عندما نبحث في محاضر المؤتمر الوطني نجد أن من صوت لصالح مقررات لجنة فبراير كان في البداية يقولون 121، ثم ثلاثة آخرين 124. 124 إذن لن يحقق النصاب. إذن من الناحية الدستورية اعتماد مقررات لجنة فبراير الذي ترتبت عليه الانتخابات وخروج مجلس النواب يعتبر لاغيا. لماذا؟ لأنه لم يتم اعتماده وفقا للقواعد الدستورية المعروفة في المادة 36 وهي أغلبية الثلثين. الأمر الثاني المهم الذي استندت إليه المحكمة دون أن أدخل في تفاصيل هو التالي: أن النظام الداخلي للمؤتمر الوطني، وهذا إجراء جيد، في المادة 109 يقول يجري التصويت في المؤتمر على مشروعات القوانين واقتراحاتها مادة مادة، أو نصا نصا، أو بندا بندا، أو فقرة فقرة. مقررات لجنة فبراير 57 مادة، كان المنطق أن تناقش المادة واحد، سلبياتها إيجابياتها، هل نوافق عليها لا نوافق، ثم المادة 2 ثم المادة 3 ثم يصوت عليها في عمومه، وكان يجب أن يحال إلى اللجنة القانونية قبل ذلك. للأسف المؤتمر لم يحترم هذا لأنه كان يخضع لضغوط سياسية كبيرة، وكانت الحكومة في شبه شلل كامل، فاضطروا لاعتماد المقترح اعتمادا شكليا، وبالتالي نتج عن ذلك في المقابل انهاء عمر حكومة زيدان. وعندما رفعت الدعوة واستجابت المحكمة لهذا الطعن، حكمها في اعتقادي يتماشى مع صحيح القانون، والسند سند واضح، النصوص قرأناها، نصان واضحان، كل مواطن يستطيع أن يرجع إلى نص المادة 36 ويرجع إلى نص المادة 109، هذان النصان لا يمكن أن أجتهد معهم أكثر من ذلك. النص واضح، الثلثين ناحية عددية، كل واحد يجمع الأعداد كم صوت لصالح، وبالتالي الموضوع لا يتعلق بمقررات لجنة فبراير كنصوص هل هي جيدة أو غير جيدة أو أشخاصها، لا، مقررات لجنة فبراير هي توصيات للمؤتمر، المؤتمر هو صاحب السيادة وصاحب السلطة في إقرارها من عدمه، فهو أقرها أو اعتمدها، لكن للأسف لم يتم ذلك الاعتماد وفقا لصحيح القانون، وبالتالي أبطلته المحكمة العليا، ونتج عن ذلك الحكم المعروف أن البرلمان مجلس نواب المنتخب أصبح كأن لم يكن، وبالتالي لا نسمي ذلك حلا وإنما إبطالا للانتخاب الذي تم وفقا لقانون أو تعديل دستوري غير صحيح. طيب دكتور، هل سبق للمحكمة في الدائرة الدستورية أن بثت أحكاما مشابهة يعني تتعلق بالدستور أو بالإعلان الدستوري؟ أكيد المحكمة العليا في دائرتها الدستورية دائرة مختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالدستور ومدى احترامه. احنا عارفين في قواعد القانون أن كل دولة لها دستور، والدستور هو أسمى قواعد قانونية في الدولة، وبالتالي يجب على الجميع أن يحترم هذه القواعد، المشرع العادي والحكومة إلى آخره. وبالتالي المحكمة الدستورية أو الهيئة الدستورية أو في كل مرة يرفع أمام المحكمة دعوة أو طعن تنظر فيه، عشرات الطعون تم النظر فيها من قبل المحكمة العليا من قبل هيئتها الدستورية، وفصلت فيها وألزمت الجميع باحترامها، آخرها حكم بإلغاء تكليف معتيق برئاسة الوزراء،
والجميع رحب بذلك، وقيل أن المحكمة العليا محكمة محايدة مستقلة، ونحن لا نشكك في ذلك لأسباب كثيرة، لأن هؤلاء القضاة بسنهم بعلمهم بثقافتهم بوطنيتهم لا يمكن أن يكونوا إلا محايدين، لأنه لا مصلحة لهم في هذا أو في ذلك. طيب، وبالتالي يجب أن نحترم قضاءهم حتى لو اعتقدنا بخطأه، وحتى لو تسبب عنه ضرر في اعتقادنا بمصلحة خاصة، لأن التقدير في هذه الحالة هو المصلحة العامة لعموم الليبيين، وبالتالي إنهاء هذا الخلاف ولنبدأ من جديد. من تضرر من ذلك يمكن أن يترشح في مجلس قادم أو في انتخابات قادمة، لكن يجب أن نضع أمامنا هذا الوطن المجروح الذي ينزف دما، وبالتالي يجب أن نقدس أحكام القضاء إذا أردنا أن نبني دولة قانون. نعم دكتور، هو لا شك أن هذه الأحكام التي صدرت من المحكمة المفترض أن يكون هناك قبول من الأطراف، جميع الأطراف، كما حدث في الماضي في حكم سيد معيتيق، أو كذلك حكم بثت فيه المحكمة أيضا في قضية اختصاص المؤتمر الوطني باختيار اللجنة 60، أيضا بث حكم المحكمة بإلغاء وإبطال اختصاص التعديل أو تعديل الإعلان الدستوري الذي قام به المؤتمر، وجاءت بالانتخابات، ردت الأمر إلى انتخابات، ورضخ أيضا المؤتمر الوطني في هذا. هو عفوا لا خيار للمواطنين في الخضوع للقانون من عدمه. عندما يشرع مثلا مجلس النواب أو البرلمان أو المؤتمر الوطني قانونا فهذا يلزم الجميع. أحكام القضاء أكثر تعبيرا عن ذلك. لماذا؟ لأن حكم القضاء هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة أولا، وثانيا لأن القانون، قانون المحكمة العليا في المادة 31 عفوا، يقول تكون المبادئ التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة، شوف الكلمة ملزمة، ما فيش خيار، لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في ليبيا، بمعنى الجهات العامة والجهات الأهلية والمحاكم والمواطنين والأفراد المقيمين كلهم ملزمون باحترام حكم المحكمة العليا، ويجب أن يعتبرونه قطعيا في الموضوع، لا استناف فيه لا طعن فيه. لماذا؟ لأنه عين الحقيقة في نظر المشرع، ويجب بالتالي ترسيخ فكرة احترام أحكام المحاكم بشكل عام، لكن المحكمة العليا بشكل خاص، لأن التشكيك فيها تشكيك في مؤسساتنا، والتشكيك في مؤسساتنا تشكيك في سيادتنا، والتشكيك في سيادتنا معناها التبعية للآخر، وهذا ما لا يجوز. نحن نريد أن نبني مؤسسات. مفترض يا دكتور كما تفضلتم هو أن الرضوخ لحكم هذه المحكمة وقبول جميع الأطراف بها، وأنتم الآن من أعلام القانونيين في هذه البلاد ومتخصصون في هذا الشأن، فلا يزايد عليكم أحد في هذا المضمار. ولكن مع ذلك يا دكتور هناك اعتراضات وهناك طعنات وبعض اللغط دار حول حكم المحكمة، فنستعرض بعضها. عندما يقول أحدهم مثل وهو الأستاذ كمال حذيفة يقول الحكم صدر في ظرف 24 ساعة، كيف ذلك؟ نعم كيف ذلك؟ الحكم تم النظر فيه، النظر في الطعون وفقا لإجراءات واضحة نظمتها لائحة المحكمة العليا، في خاصة فيما يتعلق بالطعون الدستورية، احترمت المدد، أعطيت للمحامين إمكانية الدفاع، أعطيت للأطراف المختلفة إمكانية الرد، وأعطي لنيابة النقد إمكانية إبداء رأيها، وفي النهاية طبعا حجزت المحكمة القضية للحكم. هذا هو المنطق، هناك تواريخ محددة لم يتم تجاوزها، وهناك ضمانات أعطاها المشرع للمتقاضين لم يتم تجاوزها، وبالتالي حكم المحكمة العليا لم يصدر في 24 ساعة، لا، أخذ فترة طويلة من تاريخ تقديم الطعون وإبداء الدفوع إلى حين الفصل في الدعوة. ولو أخذنا بالمقارنة، أنا لا أريد أن أثقل على المشاهدين، لو أخذنا بالقضاء المقارن في كثير من الدول هناك ما يسمى بالقضاء المستعجل في النواحي الدستورية، يمكن أن يصدر الحكم حتى بعد يوم أو يومين،
لا عيب في ذلك لسبب بسيط. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية حدث خلاف حول عدد الأصوات لألجور ولبوش الابن، وفصلت فيه المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة قصيرة ونهائيا، رغم أن القضية قضية تتعلق بانتخاب رئيس دولة. احنا الآن أمامنا مشروع أكبر، هو بناء دولة، بناء دولة وطن نعيش فيها جميعا متساويين. إذا لماذا نبدأ بتهديم إحدى ركائزها، بل هي الركيزة تقريبا الوحيدة التي بقيت شبه سليمة وهي المحكمة العليا؟ لمن نلتجي بعدها؟ نلتجي لمن؟ نلتجي لقوى أجنبية تأتي لاستعبادنا؟ نلتجي للحرب أو استخدام القوة؟ يجب أن نخضع لهذا الحكم حتى لو لم يكن موافقا لآرائنا. قد أعترض على الحكم، قد أعترض على أنتقده كفقيه أو كأستاذ، لكن يجب علي أن أسلم به، لأن عدم التسليم به يقودنا إلى الفوضى. حكم القضاء هو حكم يحقق استقرار في المجتمع حتى وإن تضمن بعض العيوب، وهذا الحكم لم يتضمن عيوب في نظري أنا، كان حلا لإشكال قانوني كبير. الآن كل الإخوة اللي كانوا أعضاء في المجلس بإمكانهم أن يتقدم الانتخابات جديدة، المؤتمر سيباشر اختصاصاته المحدودة جدا لفترة محدودة بعون الله. في 24/12 وعدنا بأن مشروع الدستور سيقدم. إذن الفترة اللي أمامنا يجب أن نهتم ببناء دولتنا ولا نبقى نناقش في هذه السلبيات التي أرهقتنا أو القبليات أو الجهوية. ولكن يا دكتور هناك واقع موجود أمامنا وهو النزاع الحاصل في البلاد، وهذا الحكم كان أحد جولات هذا الصراع. فأنت الآن تفضلت بقضية المستند القانوني وهو ما صريح النص كما ذكرتم، ولكن مع ذلك يوجد هذا اللغط ولا زال ويبث حول القنوات الفضائية ويسمعه الناس. من ذلك أيضا أن هذا حكم المحكمة، المحكمة نفسها واقعة تحت الضغط والتهديد والحراسة المشددة، بل مدينة طرابلس بالكامل أنها غير آمنة. فموقع هذه المدينة وما الظروف المحيطة بالمحكمة لا يشوش هذا على مصداقية الحكم؟ بالتأكيد لو صدق هذا الكلام لشوش على مصداقية الحكم، ولكن هذا الكلام كله يحتاج إلى تأييد أو تأكيد. نحن الآن نسجل في وسط المدينة في طرابلس، ومررنا بشوارعها، وأتيت من منطقة بعيدة، أمن مستتب، المدينة أبوابها مفتوحة، محلاتها التجارية مفتوحة، الناس يتجولون في الشوارع، مستوى الجريمة قل كثيرا بعد عملية فجر ليبيا. مرت بالتأكيد مرت طرابلس بأزمة وقود وبأزمة كهرباء وبأزمة أمن في فترة معينة، لكن الآن الحمد لله تقريبا أكثر من شهر ونصف والأمن مستتب بشكل عام، بل أفضل من أغلب المدن المعروفة. إذن القضية لم تكن قضية أمن، والمحكمة أيضا لم تخضع لمثل هذه ما يقال ابتزازات أو ميليشيات أو تواجد عسكري بدلالتين. الدلالة الأولى أنها أصدرت حكمها في المرة السابقة بشان حكومة معيتية، ولم ما يقولون ميليشيات الدروع كانت موجودة، ومع ذلك لم تهتم بالأمر. في هذه المرة أيضا أجلت النطق بالحكم في من حوالي 20 يوم، لأن هناك مبادرة قيل بأنها قد تقدم، وتأجيلها للمبادرة معناه أيضا أنها لم تخضع لضغط، بل أخذت راحتها وعالجت الملفات معالجة جيدة ونظرت في الطعون بشكل جيد وأصدرت حكمها في اعتقادي عن قناعة. وكثير من قضاتها معروفون قديم لا يبيعون وطن ولا يبيعون ضمير، وبالتالي يجب أن نحترم هؤلاء الأشخاص حتى في دواتهم. أشخاص لا يجب أن نشكك لا في قدراتهم ولا في نزاهتهم ولا في استقلاليتهم، لأن التشكيك فيهم كمن يشكك في حكماء بلاده. لكن يا دكتور يقول أن هذا لجنة فبراير وتوصيات لجنة فبراير جاءت بمبادرة سياسية توافقية، فبالتالي كيف لأي محكمة أن تنقض هذا الاتفاق وكأنها تغير في الدستور؟ هل لها أن تغير في الدستور بدون استفتاء شعبي كما يقول بعضهم يعني؟ لا، هي لم تغير دستورا. المحكمة في هيئتها الدستورية لم تعدل الدستور أو تلغيه أو
تأتي بدستور آخر، وظيفتها هي النظر في التشريعات أو الإجراءات التي تصدر، هل هي متطابقة مع نصوص الإعلان الدستوري أو الدستور أم لا. هذا دور المحكمة. هي نظرت في كيفية اعتماد المؤتمر لمقررات لجنة فبراير التي تعتبر توصيات طبعا، نظرت في كيف تم اعتمادها. توصيات لجنة فبراير ينتج عنها تعديل للإعلان الدستوري، خاصة المادة 30 منه. إذا كان ينتج عنها تعديل للإعلان الدستوري، يجب أن تتم الموافقة عليها بأغلبية معينة محددة في الإعلان الدستوري، ثلثين. ويجب أيضا مثل سائر القوانين أو التشريعات أن تناقش نصا نصا أو بندا بندا. المؤتمر للأسف لم يقم لا بمناقشتها نصا نصا، ولم يحترم نص المادة 36، فاعتمدها في مقابل تقريبا إسقاط حكومة زيدان بعدد أقل من الأصوات، أي لم يصل إلى الثلثين. فمن الناحية القانونية الإجرائية الحكم صحيح، لا غبار عليه. الجوانب السياسية، المناقشات السياسية بين أعضاء المؤتمر أو مجلس النواب أو بين أحزاب أو بين أشخاص عاديين، هذه مسألة أخرى لا علاقة للمحكمة بها، لأن المحكمة ليست هي استشارية. المحكمة طلب منها هل هذا الانتخاب صحيح أم لا، هل القانون الذي صدر وتم بمقتضاه انتخاب الهيئة التأسيسية هو قانون صحيح وفق للإجراءات المتبعة أم لا. فالمحكمة نطقت وقالت هذا القانون صدر بناء على اعتماد لتوصيات لجنة فبراير، وهذا الاعتماد مشكوك في صحته. لماذا؟ لأن الأغلبية لم تتوفر والمشروع لم يناقش نص النص. فمن الناحية القانونية تقريبا النص واضح، والاجتهاد مع صراحة النص. كلامكم يا دكتور واضح ولا أجل مزيد من الإيضاح والشرح، ولكن مع ذلك الإعلام وظيفتنا أن نوصل المعلومة ونبسطها للمشاهد. وهناك بعض اللغط يدور حول حكم المحكمة، وإن كان من ضمن كلامكم فسرتم الموضوع وأوضحتموه بما لا مزيد، ولكن مع ذلك لابد من ذكر بعض هذه الشبهات، مثل أن يقول أحدهم وهو زياد دغيم أحد اللي كانوا من مجلس النواب طبرق أن المنطوق فضفاض، منطوق الحكم فضفاض ولا يمس البرلمان في شيء، وبالتالي يقول سنرفع دعوة لتفسير منطوق الحكم، وهذه الدعوة سنرفعها في لمحكمة العدل الإفريقية التابع للاتحاد الافريقي، وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا والاتحاد الافريقي. هل هذا الكلام له نصيب من الصحة؟ انا طبعا اقدر كل من يبدي رأي سواء كان موافقا للحكم او معارضا له، كل من له وجهة نظر يجب ان تحترم، ولكن يجب ايضا ان يكون هناك قيدين على هذا الامر. القيد الاول ان لا يستخدم العنف، بمعنى ان يعبر برأي، وهذا شيء جيد نتفق معها ونختلف لا توجد مشكلة. الأمر الثاني وهذا مهم جدا، أن لا يتناقض مع نصوص القانون التي تلزمك باحترام، علق لكن نفذ. من حقك أن تبدي اعتراضا تقول هذا الحكم غير عادل أو غير منطقي أو يمكن النظر فيه، لكن أنت ملزم بتنفيذه. لماذا أنت ملزم بتنفيذه؟ إذا أردت أن تكون مواطن في دولة محترمة. أما إذا رفضت تنفيذه والآخرون رفضوا تنفيذ القوانين، فكيف سنكون؟ سنكون في غابة أو في حالة من الفوضى. هذا أمر. إذن يجب احترام الحكم حتى إن لم يعجبك أو حتى إن رأيت فيه ظلما أو غير عدل. الأمر الثاني، هل يمكن الطعن في هذا الحكم أمام محكمة إفريقية أو أوروبية أو دولية؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ القضاء أهم مظهر من مظاهر سيادة الدولة. في الغالب في العلاقات الدولية القضايا اللي تمس الدول يمكن النظر فيها من محكمة العدل الدولية أو من المحكمة الإفريقية، لكن الأفراد في العادة يلتجون إلى قضائهم الوطني. تبقى في حالات استثنائية في الاتحاد الأوروبي عندهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في الدعاوى التي ترفع ضد دولهم، لكن في القارة الإفريقية في تقاليدنا سيادة الدولة محترمة. ثم حتى لو افترضنا أن هناك درجتين فوق المحكمة العليا،
يطعن أمام المحكمة الإفريقية وهذا غير جائز، وأمام محكمة العدل وهذا غير جائز، وأمام الأمم المتحدة وهذا غير جائز. لكن لو افترضنا جواز ذلك، فأي قاضي يقدم له الطعن سيقول في الحقيقة المحكمة الدستورية، الهيئة الدستورية هيئة محترمة، احترمت نصوص الإعلان الدستوري الذي يقول يجب أن يتم التعديل بأغلبية الثلثين، احترمت النظام الداخلي للمؤتمر الذي يجب أن يسير عليه أعمال المؤتمر، وهو ضرورة أن تناقش النصوص أو المواد مادة مادة. عندك 57 مادة تبقى أسبوع تناقش فيهم، مش توافق عليهم في ساعتين. فالمهم الأخطاء كثيرة في المؤتمر، وجرائم كثيرة ترتكب في حق هذا الشعب الطيب، وأرجو من الله أن ننسى هذه الخلافات، أن نوحد جهودنا وأن ندخل في حوار قد يحقق مصلحة بدل هذا النقاش الذي لن ينتهي، لأن الكثيرون لا يقتنعون بأراء الآخرين. نعم، ولكن نحتاج إلى أيضا في هذا الحوار أيضا يحتاج إلى ضوابط حتى يكون مثمر وناجح. وإذا كان هناك بعض الناس أيضا يقول بأن كان الواجب على المحكمة أن تؤجل النظر في هذه الطعون وإصدار الحكم، وتعطي فرصة لحوار غدامس برعاية الأمم المتحدة. في الحقيقة حوار غدامس، وأنا قريب من الإخوة الذين شاركوا فيه، كان حوارا جزئيا، يمكن تسميته حوار جزئي لحل جزئية بسيطة تتعلق بإقناع السادة النواب المتغيبين أو المقاطعين أو سميهم المشقين أو الرافضين للذهاب لطبرق، وإقناعهم بضرورة العدول عن ذلك بتنازلات متبادلة. القضية ليست قضية برلمانيين حاضرين أو غايبين، ولا حتى حكم محكمة دستورية. القضية متى يترفع السادة النخبة بين قوسين والسادة رجال السياسة في بلادنا عن سوء النية في بعض الأحيان، وعن عدم تقدير المصلحة الوطنية. يجب أن نقدس الوطن، نعشق الوطن، أن نقدم تضحيات، أن نتنازل في سبيل بناء هذه الدولة. المشكل أن نخبتنا تتصارع عن حكم دولة أو إدارة دولة لم تقم بعد. فلنقيم الدولة أولا، نبني البيت أولا، ثم نقتسم السلطة. لكن الآن نحن نتصارع ويستغل الأجنبي ذلك، وبالتالي حدث تدخلات ولازالت التدخلات تكبر، بينما بإمكاننا أن نجلس معا وأن نتحاور وأن نتشاور وأن نحل مشاكلنا. لكن الاعتماد على الآخر أو الاعتماد على القوة لن يأتي بشيء. نعم، لا شك أنه سلامة النية والمقصد هو أهم هذه الأمور، كذلك أيضا عدم إرهان الوطن والبلد بإكمله للقوى الخارجية كما يفعل بعض النخب. نستأذنك دكتور منصور ميلاد إلى هذا الفاصل ثم نكمل حوارنا. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. الفتاوى والاستشارات الشرعية. يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 14 13 14 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
أو يمكنكم الحضور شخصيا بمقر الدار بطرابلس الظهرة شارع عبد الرحمن الكواكبي أو عبر فروعها في سائر المدن الليبية. وسقور سميان في السماء صاحب الخليقات.
المدن السائرة التي سارعت على الطاغية وعلى نظام الطاغية. فنحن قد ثرنا على الطاغية والآن نثور على نظام الطاغية، ونريد أن نجتث وننزع نظام الطاغية من أساسه. النصر قادم بإذن الله، وأن الفجر قادم بإذن الله. فكيف بمن هو عاقل أن ألا يرجع إلى تحرير ليبيا وإلى حب ليبيا، وأن نكون صفا واحدا ويدا واحدة، وأن نترابط وأن نقضي على كل الفاسدين وعلى كل الظلمة وعلى كل الطغاة. في سبيل الله نحيا في إباء، وإذا متنا فإن الشهداء. في سبيل الله نحيا في إباء، وإذا متنا فإن الشهداء. زكاتك تدفع عنك البلاء، وتحفظ ما لك أقام. لذلك قال الرسول الكريم: فلب النداء تفز بالمرام، فلب النداء تفز بالمرام. زكاتك تدفع عنك البلاء، وتحفظ ما لك ساعة. الحلقة ساعة بس ساعة. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات حوارات التناصح بعنوان مجلس النواب كأن لم يكن. نستضيف فيها الدكتور منصور ميلاد، أستاذ القانون العام. نرحب بك دكتور من جديد. أهلا وسهلا. كما ننوه الإخوة المشاهدون أنه سينضم إلينا الناشط الحقوقي الدكتور عبد المنعم الحر عبر الهاتف. دكتور منصور، لو تطلعنا على الآثار المترتبة على هذا الحكم، ماذا يترتب على هذا الحكم بالتحديد بخصوص ما صدر من قرارات في من مجلس النواب في طبرق، وكذلك ما يتعلق بالشق الثاني وهو المؤتمر الوطني العام؟ بالتأكيد لهذا الحكم آثار قانونية وسياسية. الآثار القانونية تبدأ بإنهاء ما كنا نطلق عليه مجلس النواب، واعتباره مثل ما ذكرت كأن لم يكن، بمعنى أن هذا المجلس لم يوجد ليحل، لم يحدث حل، وإنما الإجراءات باطلة، وبالتالي اعتبر وجوده باطل. ويترتب على ذلك نتيجة مهمة، هي أن ما صدر عنه من قرارات سواء تلك المتعلقة بانتخاب مثلا رئيس للمجلس أو نائبين للرئيس، أو اختيار ناطق رسمي باسمه، أو اختيار مكان لانعقاده، أو تعيين إداريين أو غيرهم، هذه إجراءات تعتبر باطلة. ثم ما صدر عنه من قرارات تقول موضوعية، مثل مثلا البيان المتعلق بوصف الثوار بأنهم ميليشيات أو إرهابيين، مثل البيان المتعلق بالمناداة بتدخل الأجنبي إلى آخره، تعيين رئيس أركان، كل هذه القرارات تعتبر منعدمة لا آثار لها. طبعا قد تترتب على بعضها من الناحية القانونية بعض الآثار المادية، لا أريد أن أدخل فيها، مثلا دفعت مرتبات الموظفين صغار أو هكذا، فهذه لا قيمة لها. من الناحية السياسية للحكم آثار أكبر في اعتقادي أنا. من الناحية السياسية الحكم ينهي مرحلة من النزاع القانوني والصراع حول نقاط قانونية، والعودة بنا إلى نقاش حر. يجب أن نتحرر من عقدة الماضي، يجب أن نتحرر من خلافاتنا وصراعاتنا إذا ما أردنا أن نبني دولة. فميزة الحكم أنه ينهي مرحلة بمزاياها بعيوبها بصوابها بخطأها، ويقول ابدوا من جديد، افتحوا الباب للنقاش للحوار. المؤتمر إذا ما عادت إليه السلطة فعودتها في الحقيقة اعتقادية، ويجب أن يكون الأمر كذلك، لا ليباشرها بشكل متسرع مثل ما حدث مجلس النواب، ولكن ليهدي وليطمن، ليبعث الأمل في نفوس الليبيين، لينظم برنامج حوار. هذا الحوار هو الأساس،
مأمور به عقلا وشرعا، لا بديل عن الحوار. إذا ما أردنا أن نبني دولة لابد من التعاون. وهنا أورد جملة قالها صقر قريش عبد الرحمن الداخل عندما دخل الأندلس وأراد بناء دولة، فوجد الناس مختلفين، البعض يفتخر بقبيلته، البعض يفتخر بجيهته، البعض يفتخر بشجاعته، فقال ليس هكذا تبنى الدول. إذا أردني أن نبني ليبيا الحديثة، إذا أردنا أن نبني ليبيا الحديثة فلننسج هوياتنا وقبائلنا وأنانياتنا وأحزابنا ومصالحنا، ولننطلق جميعا بحسن نية، وضع تحت 10 خطوط، بحسن نية بنوايا صادقة، أننا نريد جميعا أن نعيش معا في وطن حر متساويين في الحقوق والواجبات، خيارنا الديمقراطي لا بديل عنه، التداول السلمي للسلطة لا بديل عنه، لا نرضى بحكم فرد ولا بحكم عسكر ولا بحكم مستبد، شريعتنا هي الإسلام، مجموعة مبادئ ثابتة نتحاور وفقا لها، نجلس معا، لا إقصاء لا تهميش. الآن للأسف ندفع ثمنا غاليا غاليا، دفعنا ثمنا غاليا من الشهداء، دماء الشهداء، ودفعنا ثمنا غاليا من تأخير في التنمية، ودفعنا ثمنا غاليا في انتهاك حقوق وحريات. نعم دكتور، سنعود إلى استكمال بقية هذه الآثار المترتبة على هذا الحكم، لكن دعني فقط أن أخذ هذا الاتصال من دكتور عبد المنعم الحر الناشط الحقوقي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك يا أخي. أهلا وسهلا دكتور، لو تتكرم بقضية، ما رأيك في تصريح البعثة الأمم المتحدة في كونها أنها عاكفة على دراسة حكم المحكمة حتى يكون تحدد موقفها منه؟ أنا شخصيا لكل متخصص وإن صح التعبير لكل مدرسة رأي في هذه المسألة. أنا شخصيا كأمين عام المنظمة العربية لحقوق كأمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومطلع على وباحث في القانون الدولي، أرى أن كل ما حدث من قبل البعثة ومن قبل التصريحات التي تتالت من بعض السفارات الأجنبية هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي. هذه القضية هي قضية سيادية ليبية بالدرجة الأولى، وكلنا يعلم أن القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل في مثل هذه المسائل، وأن القضاء الدولي أنيطت له بعض الجرائم التي حق له التدخل فيها. لعل من أهم تلك الجرائم مسألة حقوق الإنسان في حد ذاتها، وإن كانت ذات أبعاد دولية أيضا هي ذات منشأ داخلي ليبي. أرى أن الحل يجب أن يكون ليبي، والأطراف الخارجية يجب أن تقف عند حدها ولا تدخل في الشأن الداخلي الليبي بدرجة كبيرة كما نرى بعض التصريحات. هنالك العديد من التجارب العالمية التي حدثت وهي قريبة أو مشابهة نوعا ما إلى الحالة الليبية. أيضا علينا أن نأخذ نقطة أخرى في الاعتبار، تتمثل في ضرورة إيجاد مخرج لبعض الالتباسات التي حصلت في هذا الحكم تحديدا، على الإعلام التحرك وتوضيح الرؤية أكثر. كلنا يعلم أن هذه الهيئة الدستورية أو الدائرة الدستورية هي نفسها التي حكمت في أبان حكومة السيد عمر معتيق، والأهم من ذلك أن هذه الهيئة الدستورية أيضا هي نفس الهيئة الدستورية التي أو الدائرة الدستورية آسف التي ألغت قانون تمجيد الطاغية. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن القضاء الليبي فعال، موجود على أرض الواقع، ينظر في جرائم حرب مورست داخل الدولة الليبية. هذا نحيك عن محاكمة بعض رموز النظام السابق. طيب. أثبت القضاء الليبي قدرته فعليا. دكتور عبد المنعم، لكن ليون بيقول أن هو أن هذه القضية سياسية وليست قضائية بالدرجة الأولى. أخي علينا أن نأخذ في الاعتبار أن القضية هذه حتى وإن كانت سياسية هي ذات
بعد داخلي ليبي. بعثة الأمم المتحدة موجودة في ليبيا لإبداء الرأي وتقديم الدعم السياسي والدعم اللوجستي والمعلوماتي إن صح التعبير. أما فيما يتعلق أن تتدخل الأمم المتحدة أو أحد السفارات الأجنبية في شأن القضاء الليبي الداخلي فهذا انتهاك السيادة الليبية تحديدا. هذه وجهة نظري التي أنا أراها، حتى وإن كان النزاع سياسي كما يدعي رئيس بعثة الأمم المتحدة فيظل هذا الشأن شأن داخلي، وللنزاعات السياسية حلول ووسائل دبلوماسية من خلالها يتم الحل. أيضا الحل السياسي ليبي وعن طريق تلك الوسائل الدبلوماسية التي ذكرتها قبل قليل. أبقى معنا أريد التنويه إليه أن هذه القضية هي امتحان لمدى قدرة القضاء الليبي ومدى تفعيل مبدأ الفصل من السلطات، وخاصة أن القضاء الآن قال كلمته وجب على الليبيين كافة موجودة على الساحل الليبي الالتزام بهذا الحكم، لا لشيء إلا للخروج بالوطن من هذه الأزمة الموجودة والابتعاد عن تدويل القضية الليبية في الخارج أكثر مما هي متداولة دوليا في الأمم المتحدة، ولدى أطراف سياسية إقليمية أخرى لسنا في لو تكرمت دكتور عبد المنعم ابقى معنا وسأعود إليك إن شاء الله. دكتور منصور، لو تكمل لنا قضية أيضا الآثار مترتب على حكم المحكمة من ناحية الشق الثاني وهو شق المؤتمر الوطني، فقد صدرت منه قرارات في فترة النزاع الحاصل، ومنها القرار بإنشاء حكومة الإنقاذ الوطني وغيرها من الجلسات كانت منعقدة، فما شرعية هذه الجلسات وهذه القرارات؟ بالتأكيد من الناحية القانونية البحتة لا يوجد عيب في أن المؤتمر الوطني العام قد استمر في مباشرة اختصاصاته حتى وإن كان بشكل بطيء. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أن هناك إجراء جوهريا كان يجب أن يتم، وهو أن تسلم السلطة من المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب في بداية شهر 8، ولكن المجلس رفض وانطلق في مباشرة اختصاصاته دون تسليم واستلام، وهذا ترك للمؤتمر الوطني إمكانية الاستمرار إلى أن صدر الحكم. فما صدر عنه من قرارات وهي قليلة جدا تعتبر صحيحة، وأعتقد في الفترة القادمة أن دوره يجب أن يكون محدود جدا، الإشراف على الحكومة أو مساعدة الحكومة وإصدار بعض القرارات الضرورية جدا للانتقال واعتماد مشروع الدستور. لكن أحب أن أشكر الدكتور عبد المنعم نعم. وملاحظاته، وأيضا فيه مسألة مهمة جدا، أن هناك حق أساسي للشعوب يسموه حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا الحق من نتائجه رفض أي تدخل خارجي في شؤونك إلا برضاك في حدود معينة، وبالتالي الأمم المتحدة لا يمكنها أن تتدخل، الدول الأخرى لا تتدخل. ويمكن من الأخطاء التي ارتكبت في مجلس نواب طبرق أنه نادى بالتدخل، وهذه تمثل مأساة بأتم معنى الكلمة، أن برلمانا في دولة مستقلة ينادي الآخرين بالتدخل. وأمر آخر، أن مفوضية الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة يجب أن تقف على الحياد ويجب أن تدافع عن المدنيين. للأسف ما جرى ويجري في بنغازي، ما جرى ويجري في كيكلا كان يجب أن يدان. مسألة أخرى، وهنا نأخذ قرار مجلس الأمن الأخير 21-44 لنتبين أنه يمنع توريد السلاح بالطريقة التي تتم الآن، ينزل سلاح في طبرق مثلا أو يأتي في طائرات إلى مطارات معينة، هذا ممنوع، وكان يجب على مبعوث الأمم المتحدة أن يدين انتهاك حرمة المدن وتدميرها وانتهاك توريد السلاح بالطريقة المعروفة. بل أكثر من ذلك يا دكتور، أيضا القصف، عملية القصف يعني معروفة، القصف كانت كارثة بأتم معنى الكلمة لأبرياء. نشوف في القرار هذا، شوف فيه تأكيدات يجب أن ننطلق منها. القرار يقول إذ يعيد تأكيد التزام القوى الدول بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، هذا تأكيد الأمم المتحدة، معنى الاعتراف بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، إذن لا تدخل في شؤونها.
أن تأتي الإمارات أو مصر أو غيرها وتعبث بمستقبل دولة مثل ليبيا فهذا مجرم محرم وسيسألون دوليا عن ذلك. أيضا من أهم ما أتى في هذا القرار النتائج مشهورة، أهمها الالتزام بقضية منع توريد السلاح أو مرورها إلى ليبيا، وفي آخر القرار يأتي بمجموعة من المقررات أهمها أن مجلس الأمن يؤيد إجراء حوار وطني في ليبيا يشارك فيه الجميع، اثنين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثلاثة التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية في بعض الموضوعات، أربعة وهذه مسألة مهمة يدين حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة تحت وطأة التعذيب، الآن الخطف والتعذيب والانتهاك الحرمات إلى أو تدمير البيوت، خمسة وهذا اللي نحب نركز عليه يشجع ليبيا والدول المجاورة على مواصلة جهودها من أجل إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا شوف استادي ومنع عناصر النظام الليبي السابق، ومنع بالحرف هذا مجلس الأمن يقول ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات المتطرفة إن وجدت من استخدام أراضي ليبيا أو أراضي تلك الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف. فكيف لدولة محترمة مثل جارتنا مصر أو من يقول الشقيق الأكبر أن تؤوي مجموعة من الأشخاص من حقهم أن يقيموا في مصر، من حقها تمنح لجون سياسي، من حقهم أن يعبروا، من حقهم أن يرجعوا إلى بلادهم، ليس من حقهم أن يتآمروا على هذه البلاد. طيب ما تعليقك إذن في قضية أن مثل هذه القرارات تصدر من مجلس الأمن ثم السكوت المطبق منه عن هذه الجرائم؟ والله هذا يرجع لأسباب كثيرة، يرجع لنخبتنا احنا، يرجع لإعلامنا للأسف، يرجع لكارثة مرت بينا أن مجلسنا مجلس نوابنا الذي انتخبناه للمحافظة على سيادتنا ووحدتنا الترابية وحقوقنا يصف مناطق بكاملها بأنها منشقة، يصف مناطق بأنها مدن تائرة رهبية متمردة، ويصف طرابلس الكبرى هذه المدينة المتحضرة العريقة التي لا تحتاج حتى إلى شرطي لإدارة شؤونها يصفها بأنها مدينة مخطوفة، وأنا أستغرب أن يصدر ذلك من ليبيين يعرفون طرابلس ويعرفون شوارعها ويعرفون أهلها. طرابلس مدينة متحضرة، طرابلس مدينة آمنة، طرابلس مدينة يطيب فيها العيش، والذي لا يعجبه ذلك لا يأتي إليها، لكن طرابلس مدينة مزدهرة في الحقيقة آمنة والمحكمة العليا اشتغلت في ظروف جيدة. نعم دكتور عبد المنعم، دكتور عبد المنعم هل تستمع لي؟ ألو دكتور عبد المنعم حر؟ نعم نعم تستمع لي. دكتور ما تعليقك وما رأيك في ردود الفعل الدولية خاصة المجتمع الدولي ماذا من أمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عموما؟ أخي كلنا يجب أن نأخذ في الاعتبار نحن الليبيين أن كل الدول سالفة الذكر من قبلك هي دول تسعى لتحقيق مصالحها داخل ليبيا، العيب ليس في تلك الدول بل العيب في النخبة الليبية القائدة لهذه المرحلة، حيث أنها لم تعرف أن تسير وتجر مصالح تلك الدول لما يخدم مصلحة الوطن ويخدم مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى. حتى وإن تطرقنا إلى ما اتخذ من قرارات من قبل مجلس الأمن، كلنا يعلم أن قرارات مجلس الأمن هي قرارات سياسية صرفة تصب في صالح تلك الدول دائمة العضوية. العيب كما ذكرت سابقا في النخبة الليبية اللي قادت المرحلة الانتقالية التي عملت على إطالة هذه المرحلة، كان يجدر منذ البداية إنهاء هذه المرحلة الانتقالية والإسراع إلى الانتقال إلى الدولة. أنت كيف تستطيع الخروج من 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 الثورة عن طريق بناء مؤسسات رسمية؟ أن نخرج من المرحلة الانتقالية إلى الدولة، أن يكون هنالك برلمان رسمي وليس برلمان انتقالي، أن يكون هنالك دستور موجود على أرض الواقع يحكم ويضبط السلطات التنفيذية الثلاثة، أيضا أن يكون هنالك رئيسا منتخبا ورسمي لهذه الدولة. هكذا نستطيع الخروج فعليا من المرحلة الانتقالية. لكننا إذا كنا مازلنا في المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية دائمة التغيير، وليبيا لا يوجد بها مؤسسات تضمن استمرارية المشروع الذي يطرح في مرحلة معينة. هذا العيب، العيب فينا نحن الليبيين. طيب هذا تلك الدول هي دول تسعى
لمصالحنا. ولكن يا دكتور عبد المنعم، يعلم ان المصالح الدوليه مبنيه على المنفعه وعلى التبادل، التقصير مننا نحن الليبيين في الدرجه الاولى، وكذلك علينا ان ناخذ بالاعتبار ان هنالك محسوبون على النظام السابق لا زالوا يسعون الى اجهاض هذه المرحله حتى يثبت فشلها وينالوا ما يمكن. ولكن دكتور الا ترى ان هناك ايضا مشاريع متصارعه في الداخل هي التي كانت سبب المشاريع موجودة بالداخل، وأيضا التداخل مع الداخلي مع هذه المشاريع الداخلية مشاريع إقليمية ودولية. هنالك دول عربية لم تستطع صياغة داخلها الليبي داخلها، بينما تسعى وتحاول صياغة مشروع إقليمي أو مشروع على مستوى الدول العربية. الصراع الموجود داخل ليبيا هو داخلي إقليمي دولي أيضا. لا ننسى تلك الدول التي تسعى لفرض سيطرة على ليبيا، هذا موجود ولا أحد ينكره، سواء كانت بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا. نحن يا دكتور الذي سمعنا به وشاهدناه وتأثرنا به الآن هو قصف الطيران الإماراتي والمصري، ولم نرى أي شيء آخر من الدول الأخرى. نرى مثل هاتان الدولتان ومن ورائهما أيضا السعودية هم من يقومون بالتدخل الفعلي العسكري داخل ليبيا ونصرة طرف على آخر، فهذا واضح للعيان. الآن ماذا تقول في هذا الصراع؟ ماذا تريد هذه الدول بالتحديد؟ ماذا تريد من ليبيا؟ نحن كمنظمة رصدنا وتقصينا ووثقنا كل تلك الجرائم التي حدثت، نعم، ووصفناها بأنها جرائم حرب ارتكبت سواء كانت في بنغازي أو في كتلة أو في طرابلس أو في غريان أو باري أيضا وغريان. أخي، جرائم الحرب هذه بحاجة إلى فريق قانوني ليبي يستطيع العمل بكل جدارة. هذه جريمة الحرب هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على الفريق القانوني التحرك بسرعة وتوثيق كافة تلك الانتهاكات التي حصلت والتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر باعتبارها تدخل في اختصاصها الزمني والموضوعي أيضا. هذا اختصاص صرف للمحكمة الجنائية الدولية وهي صاحبة الاختصاص كما ذكرت، وعلى الليبيين أو الفريق القانوني الموجود أن يتابع هذه الجريمة اللي ارتكبت وهي جريمة حرب صرف. يعني هو السؤال يا دكتور عبد المنعم، الآن نريد نصل إلى مغزى السؤال، وهو ما هو المشروع الذي يبشر به مجلس نواب طبرق؟ ما هو هذا المشروع الذي يقيم الدنيا من أجله ولا يقعدها؟ كيف يرى ليبيا الجديدة؟ أخي، لعلنا نحن منظمة حقوقية نحاول ونسعى بقدر الإمكان ألا ننجر وراء المصطلحات السياسية، لكن أقولها بكل صراحة، أنا أخشى على البلاد من التقسيم في هذه المرحلة. هو صرح به أبو بكر بعيرة يقول أنهم لن يمتثلوا القرار المحكمة العليا حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم البلاد. هذا خطأ أخي، المحكمة العليا قالت قرارها، ويجب أن يرتفع الوطن فوق تلك المطالب الشخصية. وأتمنى من إخواننا في المنطقة الشرقية الانصياع للعقل ووضع الوطن أمامهم، والرجوع كلا الطرفين الموجودين في ليبيا عليهم الرجوع خطوة للخلف للنظر في مصلحة الوطن بالدرجة الأولى ومصلحة الشعب الليبي ثانيا. ومدى للعلم أن كل ما يحدث الآن لا يصب في صالح ثورة 17 فبراير نهائيا، وإنما يصب في تلك الفئة المتربصة بهذه الثورة التي تسعى ألا تنجح نهائيا، سواء كانت ليبية عناصر ليبية أو كانت إقليمية مثل الدول سالفة الذكر وعلى رأسها السعودية بالدرجة الأولى. شكرا دكتور عبد المنعم الحر الناشط الحقوقي، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور منصور، لو القضية أيضا بعض النواب أو من كانوا محسوبين على النواب مجلس النواب طبرق أيضا أعلنوا رفضهم لهذا الحكم، فمن ناحية القانونية ما حكم هؤلاء الذين صرحوا برفض حكم المحكمة؟ هل يطالهم القانون في مثل هذا الأمر؟ بالتأكيد
احنا ذكرنا وفقا لنص المادة 31 من قانون المحكمة العليا ان احكامها ملزمة لجميع الجهات والاشخاص في البلاد، وبالتالي يجب على الجميع احترام هذا الحكم. من يرفض هذا الحكم لا ينفذه، في قانون العقوبات هناك جزاءات عقوبات تفرض، وفي حالة ما إذا كان الشخص موظفا عاما تشدد العقوبة. فهذه المسألة مهمة، ومع ذلك أنا لا أهتم بها كثيرا. اللي همنا الآن هو كيف نخرج من هذا الواقع المزعج للأسف. لنخرج من هذا الواقع يجب أن يعرف الجميع أن بلادنا تمر بأزمة، ولذلك وصلنا إلى هذا النزاع والصراع السياسي القضائي إلى آخره. المسألة الثانية أن الدول لا تبنى إلا بالتوافق، بمعنى بالجميع. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن الوقت مهم جدا، الوقت لا يخدم لصالحنا، قد يخدم لصالح عدونا، وبالتالي يجب نحن كوطنيين أحرار يعشقون الحرية يحبون بناء بلاد حديثة لأولادهم من بعدهم، يجب أن نقدم تنازلات بأتم معنى الكلمة، يجب أن نكون متسامحين، يجب أن نفتح بأبوابنا للحوار بين المناطق بين النخب بين الأحزاب، ويكون حوار وطني في الداخل يشارك فيه غالبية الناس. مسألة أخرى يجب أن ننظر في نقاط الضعف بصراحة، ما هي نقاط ضعفنا؟ لماذا نحن لم نستطع أن ننجح في هذه الثلاث سنوات؟ عندنا نقاط ضعف واضحة، نسمح بالتدخل الأجنبي، ومثل ما ذكر الأستاذ للأسف بأفعالنا نلجأ للأجنبي، والمنطق أن لا يتدخل الأجنبي في شؤوننا لأنه لا يعرفها. المسألة الثانية المكابرة، وهذه مشكلة كبيرة خاصة عندما تأتي من رجل سياسة، أن أقول إما أن أحكمكم أو أقتلكم، إما أن تقبلوا ما أريد أو أنفصل بجزء من بلادكم، هذه مأساة بأتم عن الكلمة، هذه نسموها المكابرة وهي من أفعال الشيطان. مسألة أخرى الجهوية والقبلية والتطرف، التطرف كارثة، الجهوية كارثة، القبلية كارثة. لا يمكن أن تبنى دولة حديثة مع إعطاء القبيلة الأولوية أو الجهة، لا، لابد أن نعطي للدولة الوطن الأولوية، فإذا لم تكن هناك دولة وطن فلا قيمة لما عداها. مسألة أخرى وسبب صراع النخبة، وأنا نقولها بصراحة، سبب صراع النخبة حول السلطة وتركهم لقضية بناء الدولة هو ما استشرى من فساد طيلة 40 سنة ماضية وزاد في هذه الثلاث سنوات. البعد المادي، المال، لعن الله النفط ولعن الله المال، لأنهما أفسدا العقلية وبالتالي ضيعا الأوطان. المال تباع به الأوطان، وهذه مشكلة كبيرة جدا، يتم به التدخل، وإلا ما علاقة الإمارات ببلادنا؟ بيننا وبينهم 4000 كيلومتر، أغنياء ربي أعطاهم كل شيء، لماذا يقتلون أولادنا؟ لماذا يدمرون أبناءنا؟ كانت الغارة في غريان في فترة الظهيرة عندما كان والكلية العلوم والتربية بجنب المكان الذي ضرب وأصيبت الكلية، تدمير نفسي للشباب والبنات، تدمير نفسي للأطفال، من دولة بين قوسين، أنا نسميها شركة، نسموها شقيقة، دولة مثل مصر يعمل ببلادنا حوالي 3 ملايين مصري، يعيشون أكثر من 15 مليون مصري، نستقبلهم كإخوة، ثم تأتي لتدمرنا بتهريب السلاح، بالتشجيع على القيام بغارات، هذا شيء لا يعقل، والأسوأ أن يتم ذلك بموافقة مواطنينا. وبالتالي نحن نخشى على وحدتنا الوطنية، نحن نخاف التقسيم، نحن نخاف الخيانة، نحن يجب أن نصطف صفا واحدا كلنا، إسلاميين، علمانيين، قوميين، وطنيين، اللي من ورشفانة واللي من الزاوية واللي من طرابلس واللي من غريان، كل القبائل، كل المناطق، كل الحارات، كل الشباب، أراه مركبكم قد يغرق. ابتعدوا عن الأجنبي، ابتعدوا عن الأجنبي، ابتعدوا عن أنانيات الأشخاص. كل من يريد الوصول إلى سلطة يجب أن نرفضه. نحن لا نريد حكاما يحكموننا، نحن نريد إخوة بيننا يخدموننا. وبالتالي فيه مسألة أخرى مهمة وهي مصدر قوتنا، أننا على حق. كل من اعتقد في ثورة 17 فبراير
في اعتقادي يعني نعم. لأنها قامت ضد الظلم، حق شوهت، سرقت، حيدت، لكن هذه الثورة في قيمها النبيلة، في الدماء الزكية التي أهدرت من أجل نجاحها، في المناطق التي انضمت واتحدت وهي مجروحة حتى الآن. أنا نعم. كل يوم نستمع في صوت المدافع نعم. أننا على حق، وبالتالي الله سينصرنا. من جهة أخرى، أن تواجدنا على الأرض تقريبا التوار في كل المناطق من شرق البلاد إلى غربها إلى جنوبها، تبقى جيوب جيوب للأسف يشجعها الظلمة، وليس من مصلحة أهلها أن يستمروا في ذلك. الحاضنة الشعبية لتوارنا كبيرة، ولهذا في كل يوم جمعة من في كل المدن الرئيسية تخرج الجموع بشكل كبير جدا، وهذا يعطينا بريق أمل. إذن عندنا عيوب يجب أن نغطيها، وعندنا مظاهر قوة يجب أن نستفيد منها. وحدتنا الوطنية لا خيار عنها، بناء ليبيا الموحدة التي يتساوى فيها الجميع لا خيار إلا هذا الخيار. وكل من يحارب إرادة الشعوب، سواء كان دولة أجنبية أو حزب في الداخل أو فرد، والله سيخسر، لأن إرادة الشعوب من إرادة الله. نعم. وإرادة الله لا يمكن أن ينتج عنها ظلم، وبالتالي نحن ندافع من أجل حق أن نعيش بكرامة، ليس بإرهاب مثل ما يحدث الآن. يعقل أن تدمر طائرات دولة أبنائها في مدينة مثل بنغازي؟ نشكرك. من شهر 5 حتى الآن وهي تدمر. نعم دكتورنا، للأسف أن قد دهمنا الوقت وانتهى وقت المخصص لهذه الحلقة. نشكرك على ما تفضلت به في هذه من إثراء لهذه الحلقة، وجزاك الله خيرا. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على كلمة وحيدة أستاذي. تفضل. هو طبعا كان يمكن الكلام فيه بعض الحماس. نعم. لسبب بسيط، أنني أتيت بالأمس، كنت في منطقة بوشيبة وفي الطريق إلى ككلة، والسيارات بالجرحى، والله تشاهد مناظر تمزق القلب. أيعقل في بداية القرن 21 ونحن مسلمون أن ندمر أنفسنا بهذه الطريقة؟ أيعقل أن يقتل المسلم أخاه المسلم دون سبب ظاهر؟ لا، نحن لو نعرف سبباً لقتل أهل ككلة قد نكون مع القاتلين. نعم. للأسف، لكن لا نعرف سبب أن مدينة صغيرة في شعبة فقيرة. نعم. تدمر مؤسساتها، تدمر بيوتها، سكانها كلهم تقريبا يخرجون منها، فماذا استفادت من الأربعين سنة الماضية، وماذا تستفيد الآن؟ يا أخي، كل ليبي يجب أن يفكر في أن هذا الآخر هو أخ له، كلنا مسلمين، اتقوا الله في بعضكم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا دكتور، وهذه لا شك أنها تحتاج إلى عقول تعي مثل هذه الحكمة ومثل هذا الكلام حتى يقع في موضعه. والآن يعني الدعوة إلى الحوار تكررت وكثيرا على أفواه السياسيين، ولكن العبرة بالأفعال وليس بمجرد التصريحات السياسية. نشكرك مرة أخرى دكتور منصور ميلاد، أستاذ القانون العام، وكما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.